الأحبة السلام عليكم. نعود وعدد جديد من مجلة التلفزيون. هذا الرسول من الكويت للعالم العربي، هذا الرسول مجلة العربي. مجلة العربي تحمل الوجه العربي الحضاري. زميلي فيصل الشامي كان في مجلة العربي وأجرى هذا الحوار. الأخ بدر برسي، وأعزائنا المشاهدين، أنا متواجد حاليا في مجلة العربي، هذه المجلة الرائدة في الوطن العربي،
والمقروءة أيضا من كل قارئ للعربية. ويسرنا أيضا أن نلتقي مع الدكتور محمد رميحي رئيس تحرير مجلة العربي. حياك الله دكتور ويانا في البرنامج ويسعدنا لقائك. وهذه الصفحة خاصة لمجلة العربي، وتحدثنا دكتور عن مسيرة هذه المجلة وآخر الإنجازات التي حققتموها من خلال هذه المسيرة. في حقيقة الأمر أنا أولا أشكر البرنامج على اللفتة الكريمة للحديث عن مجلة العربي. ومجلة العربي كما يعرف المشاهد الكريم هي من المجلات الثقافية المشهورة والمعروفة في الوطن العربي، وهي سفيرة الكويت في كل بيت عربي. من حيث التوزيع كما تعرف فهي توزع حوالي 500,000 نسخة، ولدينا من القراء بين 1,000,000 و1,500,000 قارئ، وتوزع طبعا في البلاد العربية ولكل قارئ في العربية من الولايات المتحدة إلى أستراليا. مجلة العربي أعتقد المهم فيها هو فكرتها الأساسية، ولا بد طبعا من شكر أولئك الجنود الذين ساهموا في إنشاء العربي في بداية الأمر ورؤساء تحريرها السابقين، والفكرة الرئيسية التي جعلت من هذه المجلة منبر ثقافي متميز. العربي مثل ما تعرف تعرضت كما تعرضت الكويت للدمار أثناء الاحتلال، وفقدنا الأهم يمكن العناصر الرئيسية في مجلة العربي، وهي الأرشيف، خاصة أرشيف صور الذي لا يقدر بثمن. الغزو العراقي كما تعرف سرق كل معدات مجلة العربي بما فيها المطابع، وربما هذا أمر يمكن تعويضه ماديا، إلا أن الأرشيف نفسه لا يمكن تعويضه. مجلة العربي عادت إلى الصدور بمجرد بعد أشهر قليلة من التحرير، وكانت الفكرة أن هذه المجلة التي غابت أثناء الاحتلال يجب أن تعود مع عودة الكويت، وصدرت طبعا من القاهرة. ولعل أيضا أثناء الاحتلال الكتابات من المثقفين العرب كانت تتحدث عن الثقافة في الكويت والدور الرئيسي اللي تلعب الكويت ثقافيا في الإطار العربي، وكانت مجلة العربي على رأس المنابر الثقافية التي افتقدت. بدأنا طبعا بإعادة العربي من القاهرة في سبتمبر 1991 بعد أشهر قليلة من التحرير، ثم بعد ذلك نقلت إلى الكويت لأن هي هذا مكانها الرئيسي. بالطبع المجلة الثقافية دائما تسعى إلى التطوير حتى تواكب مسيرة الثقافة، سواء الثقافة العربية أو المحلية. العربي كان لها دور تنويري وحضاري، كانت فضل الثقافي للكويت على القارئ العربية، وأصبحت الكويت والعربي صنوان، عندما تذكر الأولى تذكر الثانية، لدى قطاع ثقافي واسع من قراء العربية. التطور الأخير طبعا اللي حدث هو أن الجرح الغائر اللي سبب النظام صدام حسين في الكويت لدى الكويت ولدى الكويتيين، كان لابد أيضا أن نستجيب لهذا التحدي بأن نظهر للعالم في كل أعدادنا بشكل أيضا ثقافي واضح هذا الاعتداء الصارخ. فأصبحت مجلة العربي في طورها الأخير أيضا تعبر عن هذا، ولعل يمكن عندي بعض الإحصائيات، يعني عدد الموضوعات الخاصة بالكويت في السنة الماضية فقط بلغ حوالي 20 موضوع، وهي موضوعات بين التحقيق الصحفي والكتابة السياسية والفكرية، تعالج الأبعاد التاريخية والتوثيقية والتحليلية لما حدث في أغسطس 1990 وسبعة أشهر التالية لهذا الاعتداء. بعض العناوين المنشورة مثلا أذكر لك إياها: وثائق الاحتلال وحقائق التحرير،
شاهد عيان على مغامرة الدكتاتور الفاشلة، مآثر المرأة الكويتية في حرب التحرير، قصة رغيف الخبز في الكويت تحت الحصار، مركز الرقعي للعلاج ضحايا التعذيب العراقي، العلم يخمد أم الحرائق، الكويت تخلع عباءة الحزن وتنهض. أيضا في موضوع الحقيقة مهم جدا احنا أوليناه في العربي لطابعها الثقافي وطابعها، عدد القراء ومستوى القراء في البلاد العربية. فهذا البعد هو موضوع الأسرى، أسرانا يعني وضعنا لهم مكان أساسي في مجلة العربي. فموضوعات الأسرى مثلا تابعت المجلة هذه القضية الخطيرة وما زالت، ودعت إلى حملة عالمية من أجل تفهم موضوع الأسرى، ووضعنا في كل أعدادنا مثلا بطاقات تدعو القراء بأن يرسلوا هذه البطاقات للمسؤولين في العالم من أجل حثهم على الضغط لإطلاق عفوا الأسرى. فإذا يعني هذا الدور يمكن المتميز في إطار التقني. أصبحنا نستخدم تقنية عالية لأن التقدم التقني تطور في السنوات الأخيرة، ولعل القارئ يلاحظ من حيث الألوان والتبويب واختيار الموضوعات. وبالتالي العربي كما كانت في إطار تطورها الأخير تخدم الموضوع الكويتي والثقافة العربية بشكل عقلاني وموضوعي. دكتور محمد، يا ليت تعطينا فكرة أيضا عن الجديد لمجلة العربي، وتحدثنا أيضا عن النسخ والتوزيع وعدد النسخ مقارنة بما كان قبل الغزو العراقي الغاشم وحاليا، وما يخص أيضا مجلة العربي الصغير، هذه المجلة أيضا الرائدة والتي كانت لكم طبعا بصمة واضحة من خلال إصداركم لها قبل الغزو العراقي الغاشم، وتحدثنا عن هذا الجديد من هذه المجلة. قبل الغزو كان في حقيقة الأمر مجلة العربي كانت تصدر مجلة العربي من مطابع الحكومة، وكان أيضا بجانبها مشروعين ثقافيين اللي هو مجلة العربي الصغير وكتاب العربي. كنا نطبع في ما قبل الغزو حوالي 300,000 نسخة. بعد التحرير بدأنا ب100,000 نسخة، ثم تصاعد هذا العدد إلى أن وصل كما قلت في بداية الحديث إلى حوالي 250,000 نسخة الآن. هناك مشروع لمجلة العربي الصغير وهي مجلة ثقافية للطفل العربي، وأنا حقيقة أعتقد بأن هذا الموضوع موضوع هام ومن أولويات مشروعاتنا الثقافية. وأيضا هذا المشروع اللي هو مشروع مجلة العربي الصغير يسرني أيضا أن أعلن من خلال البرنامج أنه الأخ وزير الإعلام الكويتي الشيخ سعود مهتم بهذا الموضوع على المستوى الشخصي، وقد ناقشنا هذا الأمر، وأرجو أن يصدر العدد الأول قريبا في بداية العام القادم. حقيقة مجلة العربي الصغير موضوع مهم لسببين. السبب الأول أنه لا يوجد خدمة ثقافية للطفل على المستوى العربي، وكنا نقدم هذه الخدمة، وأيضا نحن محتاجينها الآن إعلاميا من أجل أيضا شرح للجيل العربي الصاعد المأساة اللي مرت بشعب الكويت وبطولات هذا الشعب قيادة وقاعدة، حتى يتبين أيضا للجيل الصاعد يعني أنه هذه المأساة على الأقل لا تتكرر في أماكن أخرى، وأيضا لشرح مآسي الدكتاتورية الصدامية على الكويت وعلى جيرانها. مثل ما قلت أنا هذا الموضوع يحظى بدعم الأخ الكريم وزير الإعلام، وإحنا بصدد تخطيط لهذا الأمر. كتاب العربي أيضا في الذهن إصداره في الوقت قريب، وأرجو أن يصدر ربما في بداية 1995.
الدكتور محمد رميحي رئيس تحرير مجلة العربي، شكري لك في نهاية هذا اللقاء، ونتمنى كل توفيق ونجاح إن شاء الله لمجلة العربي خلال المسيرة، وإن شاء الله تكون هناك أكثر اتساعا في الوطن العربي أجمع، وأيضا تحققون كل ما تتسبون إليه في مستقبل هذه المجلة. أشكرك أخي الكريم. مطبعة الحكومة، مطبعة الكويت، تصدر منها إصدارات كثيرة، منها مجلة الكويت، عالم الفكر، المجموعة هذه كلها. نقول للناس اللي يشتغلون هناك، عيالنا الحلوين اللي هناك، قواكم الله.
العشق العشق بلوى 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 من دخلني وسط بحر وغيّة الزهيري مرتبط في النهمة، النهمة مرتبطة في البحر. جيل جميل ذاك الجيل اللي كان يتعاطى هذا اللون من الشعر والفن، الحجي أبو عبد الله اللي ساكن في صليبخات وزميلي عدنان عبد الله. أخ بدر، احنا الحين في بيت النهام الحاج علي حسين سلطان الملة من ريايل الكويت الأوليين. الحاج علي عنده سوالف قبل، سوالف بحر، خلونا نشوف ايش عنده أبو عبد الله. أنا قلبي ما يثبت كلش من أحط الشيء لذنبي. هذا الصور من باجي عندي صور ما تخلون تاخذهم كلهم تخلون تتم. يا ربنا طالبك يا خالج والحمد، يا منزل صورة الأنعام والحمد، يا ربنا طالب يا ربنا احمدك واشكرك وزني لك الحمد، يا ربنا طالبك عشر حج ذاك البيت تقبل ذنوبي تقبل ذنوبي إلي مني بها لبيت.
وحياج من شيد خيامه خيامه في ركون البيت يلي بيوم الحشر بيدك نوى الحمد لزهريك لا خايف انساه. يعطيك العافيه. لا فيك الله يسلمك. احنا مجله التلفزيون. نعم ودنا حياكم الله. الله يحييك. حياكم الله. ساعتك مباركه. ساعتنا مبارك ان شاء الله. الله يسلمك. ودنا نسولف وياك عن الكويت قبل. نعم. وعن ايام صباك. نعم. وش تذكر؟ نعم والله ما اذكر الا كل الخير. الحمد لله. ما اذكر الا كل الخير. أنا مواليد 1916. الله يطول عمرك إن شاء الله. مواليد 1916 الحمد لله. ما قد شفت شيء يكدر خاطري. الحمد لله. نعم. ورحنا بلادين طال عمرك، رحنا بلادين، أخذناها من أول الهند إلى آخر الهند، وأفريقيا يعني 12 شهر من الكويت. ماكو كويتين، حقيقة ماكو كويتين. لكن ذاك الوقت مجبورين. مجبورين كل كويتين يعني ماكو كويتين بلادين ويعني ونتسوق فيهم ونمشي فيهم لكن القلب هني الكويت ماكو كويتين يعني حقيقة ومن الله خلقنا يعني منصرنا الحمد لله ما شفنا شيء اللي كدر خاطرنا بالحقيقة الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله. تحجي دشيت بحر كنت غيص ولا سفار؟ أنا بحار نهام نهام السفينة ما تمشي إلا بنهام واحد ما تمشي تمشي نهام اثنين أقل نهام اثنين إذا ما كنا نهام اثنين الواحد شو ينهم ما يقدر سفينة ما تمشي والنهمة هي تشجيع لهم ما يصير شغلنا إلا بنهمة ما يصير شغلنا حتى بنزال التمر لكمنا النزلة بالهند أو الحملة بالعراق كله بنهمة وعقبه سنقني قلت لك قبل ويبه قبل غدا لازم سنقني يعني طرب انا اسه بحج الحين يعني 40 نفر بالسفينه 40 نفر تقول اذا طبينا الكويت وحنا يدش السوق بس يقول وده يشوفنا بس شوف 12 شهر اذا طبينا الكويت واحد يدش السوق بس 10 ربع يشوفهم قلوب متعالفة حبة ضحج وتقول لك يعني ذاك الوقت بحر لأن هني شوي الأعمال خفيفة عدل إيه أعمال خفيفة وتدري شعب الكويتي وحنا تولعنا بالبحر من يوم حنا صغار. إيش كثر عمرك حجي دشيت البحر؟ دشيت أذكر 11 سنة إيه رضيف أول ندش رضفة اثنين على قيس الاثنين نسحب قيس رضفه ناخذ سنه سنتين ثلاث سنين النفرين على قيس يرونه الرضيف اللي هو ير القيس ير القيس لكن ما يره واحد ما يقدره يسمونه رضيف لازم نطبق يطبقون اثنين هذا الرضيف رضيف لما يصير في قوه شوي يقعد يسحب الرجال اذا حصل واحد ثقيل ما يقدر يره القاصه كلها وافين رجال وافيه الغاصة ريال وافية والبحر 9-12 بالباع مو بالمتر مو بالمتر بالباع بحر خضر شغل الزولية هذا أظلم 9-12-15 غوص 14 باع الغيس ينزل ومن الله سبحانه من الله سبحانه إلا طلعوا الغاصة وأخذوا نسم وحطوا الفطمة في انزلوا من تك الحير الرصاص كل واحد عنده وزنه رصاص وياه بديل اليسرى الغيص كل واحد عنده يشتري وزنه من السوق حياره فيها دركه يتبعها هني تاخذه هذه هو يشتريها من سلفه والحبل الثاني حق المحار الدين هذا حق المحار هذا ياخذه وياه بس الرصاصه بس توصله احنا نسحبها فوق نحضرها حقه كل القاصة 12 قيس كل صوب يعني 24 قيس الجنبين كله 24 رصاصة كل واحد وزنه اكو واحد يستحمل 3 أواق رصاص وقيتين رصاص واحد ياخذ وقية الخفيف تودي وقية رصاص كله رصاص بريولهم
حبلها فيها ودركتها فيها حقريله خشريله اليسرى فيها والديل باليمنى الى صك القوة طقت الرصاصة هذه خلاها السيف اخذها وحضرها لمرة ثانية وراح بالديل يرعون القاصة ايوه حق المحار. ابو عبد الله قلت لي دشيت رضيف ايه عمرك 11 سنة ايه ومتى دشيت نهام؟ من صغير من صغرتي من صغرتي انا نهم. ايش كثر عمرك؟ لان دشيت رضيف وانت احنا صغارين نهم. ليش نهم؟ لان بنسمعهم ينهمون وتولعنا احنا. كان اول بلام البصاره بالفرضه فرضه شيوخ بلام البصاره اللي في بصره يبون طيف سلبي اطعان يعني اطعان ويقلطون السلبي بالنقعه كوزوا السلبي كل ما يا بلم قتله السلبي اللي السلبي احنا عندنا ناخذ سلبي وناشر ابام من طير السلبي اللي كنا طير مصري ماكو طير العراق يقطون نقع الشيوخ حنا نروح بالقراح وكل واحد ياخذ له فندوسه مثله نمشي مشي ونجيب الفريج ونسوي خشب ابام بغال كواتي على كيفنا وننهم وهذه نقعتك وهذه عمارتك وهذه نقعتك هاي شغلنا اول. عندنا الدهريز فريج دهريز سلطان عبد المبارك بن سلطان نسقف الدهريز وراح قاعد بهالدهريز هذا نسوي عماير ونسوي طين سلبي بهالطين هذا بالطين نسوي هو ياشر لنا مبارك ابام وحنا نستعمل الابام وننهم كل واحد سفين تبيله وينهم. بعدين إذا صار دخل دشه القوس اغلبهم يجوا صارت الجمعه اذا قالوا والله مو فلان يوم يدش القوس مو من هالجبله احنا جبله بصلاحيه نطلع نروح لهم نركب وياهم الى نعد السفينه ورا النقعه حملوا ذبايحهم وسلموا على اهلهم وركبوا للشاشه ومتى ننزل؟ حنا ما ننزل حنا نطلع البوم وياهم بالميادف هم ينهمون الاولين ابوي ربعي ينهمون حنا ننهم ناخذ منهم شغله تراي اخذنا منهم بعدين طلعنا ما نطب نطب ليش؟ تل شراعه فل شراعه واستمر طبينا سباحة ردينا البر. يعني تولعنا ولع ابو عبد الله. النهام في شبيله يعني مو كل واحد يصير نهام وعدل. اقول مو كل واحد يصير نهام. والله ولع وولع بس ولع. إيه ولع ما يبي له صوت قوي ما يبي له بلى بلى صوت قوي يعني نهامه احنا لحقنا عليهم اللي اكبر منا لحقنا عليهم عندهم عمارهم اللي لحقنا عليهم عمارهم على 80 لحقنا عليهم وينهمون؟ اي صالح حسين عمره تقريبا واصل فوق 70 وعيال بن شريده على عمارهم على فوق 70 ويوهر السيد كلهم فنوا الله يرحمه نهامه وايد الكويتيين وايد نهامه شرق الجبله بس احنا طلعنا طلعه وفي طلع قدامنا سعد بن عبشه الله يرحمه سعد بن عبشه اللي طلع قدامنا سعد بن عبشه وسعود سرام ويعقوب تحيل تحيل هذا صالح غلف يعقوب نهام ولا يوسف بينهم يعني هذه درجات صار درجات احنا الدرجه الاخيره انا ابراهيم بن دركي محمد القشطي الله يرحمه غضبان الله يرحمه ابو مريم هذه غضبان ابو هذه مريم من هو غضبان طلع من شرق وجبله والمرقه نهامه من شرق لجبل الكويت يعني بابات شغل طلبه. النائب والناخب والدكتور اسماعيل الشاطي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى جميع أهل الكويت وبالأخص أبناء الدائرة الثامنة أهل مشرف وبيان وحولي والنقرة وميدان حولي أقول لكم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وأنا سعيد أن ألتقي بكم في على شاشة التلفزيون ويفترض أن النائب إذا وصل البرلمان أو مجلس الأمة يمثل كل الأمة ولكن كذلك يجب أن يعتني بأبناء دائرته
ويحاول أن يرى ماذا يستطيع أن يقدم لها وأن يخدمها ويطور المنطقة ككل. وأنا الآن يعني بين أيديكم وعلى استعداد لأي استفسار أو أي شكوى أو أي شيء تطلبونه مني. النائب يبقى يعني لخدمة هذا الوطن ولخدمة المواطنين. حضرة السيد الدكتور إسماعيل الشطي المحترم، نطلب حنا أهل بيان، نطلب أضافة، جميع بيت عندها أضافة نطلب من العضو النظر في لفت النظر له يضيف علينا الأضافة. السيد العضو المحترم إسماعيل الشطي، نطلب الآتي: أولا نبي الارتداد البيوت الزايدة، ندخلها على بيوتنا لأن بيوتنا صغار. الحقيقة الموضوع هذا تقدم لي مجموعة من المواطنين في منطقة بيان، وأخذت الموضوع وعرفته في حين على الله يذكره بالخير نائب رئيس الوزراء في ذاك الوقت ووزير الدولة للشؤون القانونية اللي هو ضار العثمان، وقلت له إن المساحات التي أقيمت عليها البيوت هذه مساحات صغيرة لا تتجاوز 300 متر، وتقطن هذه البيوت عائلات كبيرة أحيانا تتجاوز 20 شخص، ومساحة 300 متر لعشرين شخص مساحة ضئيلة جدا، وتستدعي أحيانا من كثير مواطنين إلى طلب التوسعة، وإذا ما جاءتهم فرصة بإدخال هذه الانكسارات فهذه رح بالنسبة لهم توسع لهم في بيوتهم. جزاه الله خير رجل وعد، لكن بعد ذلك كما عرفنا قدم استقالته، وعرضت الموضوع على الزميل الفاضل وزير الدولة للشؤون القانونية الأخ الدخيل، والموضوع الآن عند الأخ الدخيل ووعد بأن يعطيني إجابة عليه، وآمل خلال الدورة المقبلة أو دور الانعقاد المقبل يقدم لي جواب حول مدى إمكانية استدخال تلك الانكسارات، وإلا يجب أن تنظر حقا الحكومة إلى تلك البيوت. هذه بيوت صغيرة تقطنها عائلات كبيرة جدا، وخطأ هيئة الإسكان أن بنت بيوت بهذا الحجم لعائلات كبيرة. كان يفترض أن تنظر في حجم العائلة وتنظر في مستقبل حجم العائلة، هل العائلة هذه يعني تقاليدها تدفعها نحو التزايد أو الزواج أكثر من واحدة، أم أن هذه العائلة لا والله طابعها هو أنها تكون عائلة صغيرة. العائلة اللي تكون التي تحاول أن تتوسع كأن رجل يتزوج أكثر من واحدة أو أن ينجب أطفال كثار أو عنده عيال يحبهم يحب يكونون يمه، يفترض أن الحكومة تنظر في بيت اللي هو قد أعطي له، أعتقد 300 متر بيت لا يمكن البقاء فيه في ظل عائلة كبيرة. وهذه المشكلة إذا اليوم لم تحل أو لم ينظر لها أكيد بعد كذا سنة سنواجهها وسنفكر في حلها. أنا آمل من يعني البلدية ووزير الدولة للشؤون القانونية يأخذ هذا الأمر بالجدية التي يستشعرها المواطنين في هذا الأمر، وأرجو أن يستدخلون لهم الانكسارات البسيطة هذه اللي ممكن أن توسع من سكنهم. بالنسبة حق المستوصف يسكر عندنا الساعة 9 بالليل، مفروض أنه يكون عندنا مستوصف خفارة، لأن في ناس كبار بالسن ما يقدرون يروحون المستشفى مبارك، نبي عندنا مستشفى على طول موجود هنا 24 ساعة. كلمت أنا وزير الصحة كذلك على أساس أنه
المواطنين بالذات كبار السن اللي فيهم سكر واللي فيهم يعني يحتاجون إبر باستمرار يأخذونها، كلمت بحيث أن بدل ما ينتقلون المواطنين إلى منطقة الرميثية يحاولون أن نحاول أن نوجد خدمة لعلاج السكر وغيره بحيث الناس تأخذ إبرها في منطقة بيان. والرجل وعدني خير وآمل أن في الأيام القادمة يفي بهذا الوعد والخدمة العلاج هاي تكون في المنطقة. أما أن نحاول أن نجعل الخدمة الصحية أو الرعاية الصحية تستمر 24 ساعة فهذا هدف نامل أن نصل إليه، بس نمشي خطوة خطوة. احنا كل ما نحصل على شيء نحاول أن نطالب بشيء آخر، وأعتقد أن يعني إذا قدرنا نمدد الوقت إلى كذلك للساعة 12 هذا يكون إنجاز آخر. إذا قدرنا نخلي خدمة مرضى السكر عندنا كذلك بدل ما يروحون الرميثية هذا إنجاز نأمل أن نصل إليه، وآمل أن يستجيب معنا وزير الصحة، خاصة إحنا في عندما تناولنا ميزانية وزارة الصحة كنا معها سخيين لم نقتر منها شيء لخدمة المواطنين، ليس فقط مواطني مشرف أو بيان أو الدائرة الثامنة، إنما لاعتقادنا أن الخدمة الصحية يجب أن تحظى بالعناية، ولا نبي وزير الصحة يشكو من أن ميزانيته قليلة أو شيء من هذا القبيل. لذلك نأمل أن يتعاون معنا في الأيام القادمة. بالنسبة لمنطقة بيان، هل السكان اللي فيها عزاب أم عوائل؟ فحنا نشتكي من كثرة العزاب المنطقة هذه، فنبي حل الشيء هذا. وشكرا. البيوت اللي أجرون للعزاب أتمنى من أبناء الدائرة يحترمون مشاعر جيرانهم، وهذه مناطق عائلات وبيوت، وكل من يبي الستر وكل من يبي إن يحافظ على الحشمة داخل المنطقة. وجود العزاب ظاهرة لم تعد مقبولة في مناطق الكويت، المناطق السكنية، خاصة أن البلدية تعاقب على ذلك. منطقة مخصصة للسكن العائلي ما يسكنها عزاب، فإذا أي مواطن يرى أن هناك تأجير لعزاب في منطقتهم السكنية اللي هي مخصصة للعزاب يجب أن يخطر الجهات الرسمية في البلدية ويبين أن هناك مخالفة. لا يزعل الشخص اللي خالف وأجر حق عازب لأنه هو قاعد يجرح مشاعر جيرانه أو يسيء لجيرانه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار يعني حتى ظن أنه سيورثه. فإلى هالدرجة يعني قيمة الجار في الإسلام. ولذلك اللي قاعد يعني يجرح جيرانه أو يؤذي مشاعرهم هو مو قاعد يخالف القانون فقط، بل قاعد يعني يخالف الشريعة الإسلامية. السيد العضو الدكتور إسماعيل الشطي المحترم، نطلب الدورية بالليل ونطلب يعيدون مغفرنا ولكم السلام. ونحتاج تكثيف الدوريات في المنطقة، لأن في شباب يعكسون العوائل وبالليل آخر الليل ما نشوف دورية. وشكرا. أي هذا صحيح، منطقتنا بحاجة إلى مخفر. مشرف وبيان يقطنها عدد كبير جدا من السكان، ومن غير المعقول أن تعتمد على مخفر لمنطقة أكبر منها اللي هي صباح السالم. لابد أن يكون في المنطقة مخفر أو على الأقل دوريات تتجول في شوارع المنطقة. إذا يسمعني وزير الداخلية فجيد، خلي يشهد كم مرة ألحيت عليه بأن المنطقة في حاجة إلى دوريات تتجول داخل المنطقة إلى أن يفتحون المخفر.
جزاه الله خير رجل وعد وقال ان احنا دزينا دوريات، لكن انا قاعد اقول على شاشة التلفزيون ان لا توجد دوريات تتجول في المنطقة. ارجو من مسؤولي وزارة الداخلية يشيكون على دورياتهم، ليش منطقة مشرف وبيان ما فيها دوريات تتجول؟ اذا كان بعض المسؤولين يبلغون الوزير ان والله دزينا دوريات، ترى مو صادقين معك، حاسبهم حساب عسير. ما عندنا دوريات في المنطقة ولا نشوف دوريات قاعدة تتجول. لذلك كل مرة أقول حق الوزير يقول بلغت والدوريات شغالة، وأنا أقول لك أهل المنطقة ما زالوا ويشهدون معي كلهم إن الدوريات قليلة وقل ما نراها تتجول في المنطقة، خاصة إن إحنا قاعدين نشوف السياكل التي تقوم بحركات داخل المنطقة، بعض الصبية والشبان اللي يجون بشكل يعني فوضوي يعيثون يعني بشكل مزعج داخل المنطقة، يعيثون إزعاجا طبعا. ما نشوف أي دوريات تحاول أن تضبط العمليات هذه. لذلك آمل من السيد وزير الداخلية أن يتعاون معنا وأن يعني يحاسب مسؤولي وزارة الداخلية اللي قاعد يقولوا لنا احنا ندز دوريات، مو قاعد يدزون دوريات. ترى السيد وزير الداخلية وعد على إن شاء الله يعني الشهر القادم أو الذي يليه أن مخفر منطقة بيان يكون جاهز لي يعني يفرغ من الإدارة التي موجودة فيه، تنتقل إلى مكان آخر ويتحول المغفر أو يكون المبنى جاهزا لأن يتحول إلى مخفر. وإذا إن شاء الله سهل وانتقل مخفر بيان إلى مكانه سيحل كثير من الإشكال. هي يعني مسألة شهر شهرين والمخفر راح يكون موجود والوزير عند وعده، وأتمنى أن بعد ما يكون هناك في مخفر كثير من المسائل الأمنية داخل دائرتنا تنحل إن شاء الله. نحتاج إلى بالنسبة للمياه الصليبية، لأن يجينا يوم وترك، نبي الاستمرار لأن إحنا زارعين حدائق وتعبانين عليها والماء صراحة ضعيف. إذا يجينا يوم وترك نبي أسوة بالمناطق الثانية يوميا حتى نقدر نسقي حدائقنا. صعب يا جماعة، مياه صليبية 24 ساعة، تدرون شو معناتها؟ معناته احنا بناخذ الماي هذا كله بنستنزفه في جيلنا. الماي ماي صليبية هي عبارة مياه ارتوازية لها اجل محدد تنتهي، كل ما استنزفنا منها وايد كل ما زادت ملوحتها وكل ما خلصنا منها في عصرنا احنا. اذا احنا نبي نخلي هالمياه تستمر مو بس لنا، حق عيالنا وعيال عيالنا، يجب ان نقنن استخدامها. فلذلك استخدامها 24 ساعة معناتها ان احنا نبيها الماء حقنا احنا بروحنا. صحيح الاخ السائل يقول ان عنده اشجار وايد، لكن هم بعد ترى مو مطلوب منا ان يسقي اشجاره 24 ساعة، مطلوب منا ان يسقي اشجاره في فترة محددة. لكن انا اقول للاخ الفاضل اللي سأل هالسؤال هذا ان يعني نخلي هالماء يعني نستفيد منه احنا وعيالنا وعيال عيالنا. والله جل وعلا قاعد يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اذا انت اخي السائل يعني ترى عندك القدرة على التقنين وعدم الاسراف، ترى في مواطنين اخرين يبطلون الحنفية ويهدونها ولا يراعون عملية الـ يعني توفير المياه وترشيد استخدامها. لذلك أنا أعتقد في عملية التقنين هذه أن تأتي المياه فترات محددة، هي عملية ترشيد المفروض أن احنا نشجعها. ويعني سامحني أستحي أجاملك وأقول لك لا والله لازم نخليها 24 ساعة، هذه قضية تهم مصلحة الوطن، تهم مستقبل الوطن. لذلك أنا مع أن نقنن استخدام المياه. كيف أسيبك كيف أسيبك وانت نظر عيني وانا
انا كيف اسيبك وانت نظر عيني عيني وانا حبيبك انت نظر عيني وانا حبيبك وان حصل واختلفنا او في يوم افترقنا ان حصل واختلفنا او في يوم افترقنا شوقي أصلك وطيبك انت يجيبك أصلك وطيبك أصلك الصورة اللي تشوفونها وراي عطاء فنان من فنانين الكويت أبدع في إقامة نصب تذكاري للوطن وحوار مع الفنان مساعد فهد. عزيزي المشاهد، إذا حبيت الكويت تبدع، لأن الكويت إبداع. إحنا في تحقيقنا الآتي زرنا فنان مبدع أحب الكويت، والكويت بالمقابل حبته، لذلك فاز في أضخم وأجمل نصب تذكاري يمر على هذا الوطن. الفنان مساعد فهد زرناه في هذا المرسم المتواضع اللي طلع أجمل نصب. وفهد الله بالخير. يا هلا، الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا. وفهد، شلون طرع على بالك؟ شلون فكرت؟ شلون بديت التنفيذ؟ والله ما في شك ان هذا المشروع اصلا جاء أول ما جاء قبل فترة الغزو العراقي القاشم على دولة الكويت. وأنا أتذكر أني لما كنت قررت أن أدخل هذه المسابقة كان علينا يوم الأربعاء قبل يوم الخميس الأسود، وأنا فعلا رحت بلدية الكويت على أساس الاستعانة في قضية المخططات والخرائط اللي تهم هذا المشروع. ولكن للأسف حدثت كارثة الغزو العراقي لدولة الكويت، ومن خلال هذه المعاناة اللي مروا فيها أهل الكويت واللي هم أصل واللي هو
كان الشيء المهم أني أنا أتخذ هذا الشيء وأشوف أن أهل الكويت عطوا عطاء كبير. أنا ما استطعت أحقق من هذا الشيء إلا جزء بسيط، لأن العطاء اللي أعطوهما عطاء أكبر من هذا. ولكن مع هذا الواحد سجمع قواه الفكرية وحاول أن يسجل هذه الحادثة. من المعروف أن من أول نشأة الكويت أنها كانت دولة محبة للخير والسلام وداعية له، ولكن هذا العدوان محى كل هالأشياء وانعكست كل هالأمور في تفكيري، على أساس أنه لابد في حالة وضع تصميم لنصب تذكاري لدولة الكويت اللي هو أصلا يمثل العدوان العراقي على القاشم على الكويت. أنا حاولت أن أتخذ شكل يدين أساس اللي هو شكل أيادي وهي ترفع الكويت، وهو الشكل الأساسي في مشروع هذا النصب. وأخذت الشكل الثلاثي للكتلة لأن يرمز إلى ثلاث أشياء مهمة اللي هي الله الوطن الأمير. ومن خلال هذه المعاني بديت أفرد للمشروع. اتخذت طبعا من بعدها عدة رموز، واللي هي سبعة رموز. الرمز الأول اللي هو المجداف الغوص، يقام مجداف القوس على أرضية على شكل مجداف مربع الشكل. فمجداف القوس يمثل المعاناة اللي مرت في بناء اللي مرت فيها الكويت، واللي هو أصلا يمثل بناء هذه الدولة اللي عانت واشتقت بسبب كفافة العيش فيها يعني. بعدين الرمز الثاني الأرضية السوداء لقاعدة النصب التذكاري، وهي تمثل الأيام السوداء التي احتلت فيها أرض الكويت ودنسوا الجنود العراقيين أرضها الطاهرة. والرمز الثالث الأدراج. الأدراج تعني الدماء اللي سالت في سبيل الكويت من الشهداء، وهذا شيء مهم ما يمكن يعني الإنسان ينساه. وبعدين الرمز الرابع النصب التذكاري نفسه هو، وهو طبعا ماخذ الشكل الثلاثي مثل ما قلت سابقا، وماخذ اللون الأبيض لدلالة على طهارة ونقاء أهل الكويت ونيتهم دائما السليمة. وبنفس الوقت هو ماخذ شكل الشراع. بعدين في النصب نفسه هو أو الكتلة الأساسية في المشروع لها سبعة خطوط عشان تمثل سبعة شهور من العدوان على الكويت. وهناك في جزء من هذا السبعة أعمدة مكسور يدلل على الفراق اللي تركوه شهداء الكويت الأبرار. وبعدين في قضية العمود الأساسي اللي هو بيحمل هذه الكتلة وهذا الثقل المرتكز عليه اللي أنا أقصد فيه سلامك الله الأيادي مع أهل الكويت. وبنفس الوقت هي اتجاه هذا الأيادي واتجاه الكتلة الأساسية تكون في اتجاه القبلة، على أساس أن احنا كنا كمسلمين ندلل على أهمية اتجاه الإنسان المسلم إلى القبلة، وبالتالي هي تعني الحمد والشكر على نعمة التحرير. في عندي بالنسبة أبو فهد قبل ما تكمل هذا المشروع أو نصب التذكاري، يعني لو يعني هل سويته أنت مفكر في مثلاً الموقع، الوجهة، الهواء، الماي، الأشياء ذي، ارتفاعه، هالأشياء ذي لو تحدثني عنها؟ نعم، هو ما في شك أن أي إنسان قبل أن يصمم أي مشروع يجب أن يلتفت لأمور كثيرة هناك، على أساس أن هذا كل هالأمور قد تخدم وقد تسيء في نفس الوقت في قضية التصميم. إذا جينا إحنا في نفس هذا الموقع اللي أنا أصلاً اخترته اللي هو موقع الجزيرة الخضراء بالذات، أنا أشوف وأرى أنه هو الموقع السليم لوضع هذا النصب. أبو فهد لما سويت المشروع هذا أو النصب التذكاري ذي كثر ارتفاعه، الريح، المياه، دراديل، ما دراديل، فكرت في الموضوع ذي وانت تشتغل فيها؟
أنا فعلا فكرت، ولكن أنا أحب أني أنا أكمل قضية تكميل السبع رموز الأخرى. تفضل. سلمك الله. هناك في فراغ حول الكتلة هذه اللي هي أرمز فيها الكويت والكويتيون أيام محنتهم، هناك في فراغ محيط في هذه الكتلة، والفراغ هنا يعني أن عيون العالم متجهة إلى بؤورة الأحداث اللي هي كانت تمثلها الكويت. بعدين في شيء مهم وأساسي اللي هو قضية الرمز الخامس، قضية النوافير. النوافير بالنسبة للمشروع شيء أساسي ومهم ويجب الحفاظ عليه، لأن هناك في سبعة نوافير تمثل العطاء والدماء التي سالت في سبيل الكويت، وبالتالي هذه النوافير السبعة تنشق منهم نافورة وتحتضنهم اللي هي النافورة الرئيسية الكبرى، والتي هي توجد في داخلها ستة نوافير أخرى لتشكل خلية النحل، لأن هي ماخذة صراحة شكل خلية النحل. على أساس أدلل وأؤكد أن أهل الكويت في أيام محنتهم تكاتفوا وتكتلوا حول شرعيتهم، وهذا شيء صحيح. وبعدين الرمز السادس اللي هو قضية اللي هي قضية القضبان، اللي قضبان السجن. احنا فعلا كنا في فترة أيام الاحتلال العراقي القاشم على الكويت، كان في أنا حاط في المشروع أو وضعت في هذا المشروع رمز للسجن. السجن ماخذة على شكل ثلاث خطوط أعني فيها السجن، ومن بين هذه الخطوط تنبع النافورة الرئيسية اللي هي أصلا تشكل خلية النحل. بعدين عندنا الرمز السابع اللي هو قضية التقاطع المؤدي إلى النافورة، تقاطع الطريق المؤدي بالقرب من النافورة الرئيسية الكبرى. أبو فهد، نرجع هم أنا مصر على سالفة الارتفاع يعني أكو شيء هندسي. نعم. في الموضوع يعني بالإضافة. نعم. إلى الفن. نعم. والإبداع. نعم. أكو شيء هندسي. نعم. تحدثني عن الشيء الهندسي ذي. الارتفاع ما في شك إن أنا كان بودي أن يكون الارتفاع يمثل الأيام الاحتلال اللي هي دامت سبعة شهور، وبالتالي هي عدد الأيام تكون فيها 209 أيام. كان بودي أن يكون ارتفاع هذا النصب إلى 209 متر، ولكن هناك في قد تظهر مشاكل أو تزيد الكلفة في هذا الموضوع. ولكن ما في شك أن كل واحد لما يجي يصمم مشروع دائما يكون في حسبانه، وكل هالأمور هذا اللي يجب أن يضعها أمام نصب عينه، على أساس أن يكون النصب رموزه كلها صحيحة وموقعه يكون صحيح، والأمور الأخرى المحيطة حواليه تكون مدروسة. وأنا ما في شك أني أنا من البداية حرصت ودرست الموقع ودرست التيارات الهوائية والتيارات المائية، وجدت أن هناك ما في تيارات قوية بهذا الموقع، وهو بالتالي يشكل نقطة جمالية مهمة، لسبب أن هذا الموقع كثير من أهل الكويت في أيام إجازاتهم وغير أيام إجازاتهم يكون في تواجد وحضور كويتي وغير كويتي طبعا من المقيمين، وهذا شيء مهم يجب أن نركز عليه. إن هذا وين في هذا المكان؟ هو سلمك الله يجب أن يوضع هذا النصب في موقع الجزيرة الخضراء، على أساس إذا قلنا في قضية الناحية الجمالية هو أنا أعتقد أنه هو أحسن موقع، واللي هو المفروض فعلا يجب أن تضع الدولة هذا النصب في هذا الموقع، ويتمنى الإنسان هذا.
أبو فهد الآن وصلنا لعملية أنت وإحساسك في هذا النصب التذكاري. يمكن لو حدثتني عن أول ما بديت أول خطوة اللي أول ورقة أو أول هذا، هل هي كانت نفس الشكل اللي نشوفه ولا غير؟ لا طبعا هي كانت مرتبطة في هذا الشكل، ولكن هناك في كان تفكير عندي إن بما أن الكويت هي أمنا حرص أن يكون هذا النصب على شكل امرأة تحتضن أولادها، ولكن وجدت هناك في أمور قد تكون شوية من العسير تنفيذها، فأنا حاولت أن أبسط هذا النصب بحيث يكون ملائم لكل عمل يعمل مستقبلا، بحيث أن لا تظهر فيه بروزات أصلا هي مو محببة، وهذا اللي أنا فكرت فيه. يعني الفنان الجميل جدا مساعد فهد، شكرا لك. أشكرك ويا حلو ويا مرحب، وشاكر لكم في حضوركم ومشكورين. يقول لك لدلق سهيل استعدوا، وخاصة إذا دلق سهيل أو طلع سهيل على الشمال أو على الريح الشمال. قصيدة جميلة للشاعر سمير الهرشاني، يلقيها الشاعر بدر الحمد، عن القنص عن الطير. يا محل المقناص مع ربع نحشاء، وهدت من النابي قصير السبوق، خطو أشكر جثلا على الطلق جزاء، أشكر على غاية مرامي وشوق، حر جليل بالوفا وافي انتاء، ريش حمار وبارع باللحوب، ما هو بكفاخ ولا هو بحوام، هادي ليا شاف الحباري طفوق، عليه من مختار توصيف وعلام، أشكر فيه من الجرود يدقوق، حرش نكفوفه لبرق الريش للطار، لحاق للخرب المقفي يعوق، لفرعوبة في حجاناي فنزام، برض انفياح وعقب بد الشروق، شخص وفز وشافه وسط رضا، وتل السبوق وراح عجلا سبوق، وتخدما في روضه وسعت قام، وقع وضايقهن بطلع صدوق، وداروه في خضرا سريعات وأولاد، صبيان ما يخطون شوف الرموق، اللي تواليهم غداريش هثلاب، ما طار طاح وقام دمه يتوق، صادوا وفادوا ما تعرضهم الطاب، وقيل المغدي قلت ما فيه عوق، ودنوا لهم صفرا عذيات وشواب، فنجاله له بين الأشباب ذوق، وسوالف من ربع نحشاب وكراء، تزيل ما في ضامري ومعلوم. Thank you.
الأسبوع الماضي إذا تذكرون، الأسبوع الماضي إذا تذكرون أعلننا عن تقرير مع منظمة العفو، رحنا لأحد المتخصصين في السالفة دي، الدكتور محمد الحداد عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. منظمة العفو الدولية هي حركة تطوعية عالمية تسعى لحماية الإنسان ولمنع بعض انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ترتكب في بعض دول العالم. هذه المنظمة جاءت بتقرير في 1993 هذه السنة. في هذا التقرير هناك بعض الوثائق والأدلة والبراهين على الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها النظام العراقي ضد حقوق الإنسان في العراق، سواء كان ذلك في الشمال أو في الجنوب. كما أيضا جاء في تقرير هذه المنظمة، منظمة العفو الدولية، بعض الوثائق الدالة أو التي تؤكد على أن هناك أسرى في السجون العراقية، وجاءت لتؤكد ولتطالب العراق بأن يطلق سراح الأسرى الكويتيين، لأنه ليس له الحق في أن يبقي هؤلاء الأسرى ضمن حدوده أو في السجون العراقية. هذه المنظمة حقيقة هي من المنظمات ذات السمعة العالمية، وعندما تكتب مثل هذا الموضوع فهي في حقيقة الأمر لا تكتفي عند حد الكتابة، إنما تسعى أيضا في أنها تتصل بالمسؤولين وتبعث خطابات إلى رؤساء دول العالم ليسعوا أيضا بدورهم في المحاولة أو مطالبة النظام العراقي بإطلاق سراح الأسرى الموجودين في السجون العراقية. حقيقة جاء يمكن لفظ أسرى الرأي، جاء في هذا اللفظ ليعبر عن مجموعة من الناس أو الأشخاص اللي موجودين في السجون، لا لسبب، إنما فقط لأن لهم رأي معين في النظام القائم. فحقيقة سجناء الرأي في العراق كثيرين، عشرات الألوف كما جاء في التقرير، تقرير منظمة العفو الدولية، بأن هناك عشرات الألوف من السجناء في العراق من سجناء الرأي. وحقيقة أيضا منظمة العفو الدولية قد ذكرت بشكل أو بآخر بأن بعض أسرى الكويت هم من سجناء الرأي في سجون العراقية، لأنهم رفضوا أو كان لهم رأي واضح في هذا الغزو، الغزو غير الإنساني، غير الأخلاقي، غير الصحيح، وبالتالي أطلق عليهم سجناء رأي كما جاء في الوثيقة التي كتبتها منظمة العفو الدولية. الأسبوع الجاي نتلاقى إن شاء الله، فمع الله.